عليكم، صباح الخير. معاكم محمود من قناة روا لايف وبرنامج الحقنة، الحلقة 19. رجعت لكم تاني بعد انقطاع. الواحد من حقه ان هو ياخد اجازة صغيرة كده لحد ما يلتقط الانفاس، خصوصا ان انا بجهز لبرنامجين اعتقد انكم شايفينهم على القناة، برنامج المشوار وبرنامج باسبورت. برنامج باسبورت ده تعريف سريع كده، هو مش بيعلم لغة. انا عامل برنامج مش هيعلم لغة، انا عامل برنامج باسبورت ده بيعلمك بعض المواقف تقول فيها ايه او تفهم ايه اللي بيتقال ايه، بعض المواقف في اللغات الروسية والتركية. بس كده، ده التعريف بتاع برنامج باسبورت. البرنامج التاني برنامج مشوار، عملت منه حلقتين ثلاثة فعرضهم على القناة دلوقتي واعتقد بتشوفوه. النهاردة أول موضوع بالنسبة في الحلقة البحث عن عمل في أوكرانيا. البحث عن عمل في أوكرانيا مش سهل ومش صعب، يعني في أبليكيشن ده بتنزله من على جوجل ستور، موجود للسامسونج، موجود للآيفون. البرنامج ده بعد ما بتنزله بيجيب لك الليستة بتاعة الوظائف، طبعا بالروسي، بيجيب لك الليسته بتاعت الوظائف حسب الكاتيجوري، حسب المجموع الجروب بتاعت الشغلانه. يعني مثلا هنا في الاي تي اول حاجه، الاتش ار، خدمه الفنادق، الكافيهات او التوريزم عموما، الترجمه، العلم، الرياضه، الجمال. ادي هو هنا مثلا اللي بيهم مثلا المصريين او اللي شغالين في فنادق وكده، اللي هو الفنادق والريستوران والكافيه، الناس اللي شغال. فمثلا لو دوسنا على البرنامج بعد ما نزلته اهو، طبعا بتعمل بروفايل لنفسك وبتحط السي في بتاعك والجو ده، انتوا فاهمين طبعا. هنا الجروبات دي، فانا لو دخلت هنا في سبورت، لو ضغطنا على جاستينيتسا، تمام، فهتلاقي هنا بقى الوظائف وكاتب لك السالري هنا مثلا 11000 جريفن زي ما كنت قلت لكم قبل كده في احد الحلقات، ان الحد الادنى للافيسيانت او الجرسون في الكافيه بياخد 8000 جريفن، هنا 10000. حتى في وظيفة اهي في ماكدونالدز، وظائف اهي كتيرة بالمجموع بالجروبات، كذا وظيفة في ماكدونالدز، وفي بارمان وغيره وغيره. والبرنامج مش تقيل، ف يعني الموبايل ده مش قوي، يعني يعتبر البروسيسور بتاعه اللي هو الميديا تيك، الميديا تيك ده يعني حاجة تعتبر مش قوية، ما هوش سناب دراجون على سبيل المثال. وبيشتغل كويس جدا البرنامج عليه. هنا مثلا وظيفة كاشير، تقول لكم في ريستوران خرشو طلع جوه بقى بيكون في ايه الكونتاكت. يعني انت الميزه في اوكرانيا وروسيا ان انت ممكن تتصل بالشخص اللي هو عارض الوظيفه. هنا البيانات بتدوس بس كده بيطلع لك الرقم وكاتب لك الادرس حتى بتاع المكان، ممكن تروح هناك تتكلم معاه. كاتب لك هنا اشتو خاتيم اوفيدت فاس، عايزين نلاقي ايه فيك. فكاتب لك لسته بقى ان هو تكون عارف الشغلانه بتاعتك، يبقى عندك خبره، عندك خبره في استخدام الكمبيوتر وهكذا. هنا بيقول لك الزربلاطه او السالري 7000 جريفن على في الشهر، وكاتبنا فوق 7500، تمام. فأنا طبعا مش هأسهب كتير في التفاصيل دي، تبقى تشوفوا انتوا بنفسكوا وتعمل بروفايل لنفسك او مراتك تعمل لك. هنا طبعا ايه اوتراف ريزومي، يعني لو عندك ريزومي او سي في بتدوس على الزرار ده يبعته لهم على طول ويتصلوا بيك، وربنا يكرمك ان شاء الله. هنا طبعا ايه انا باكد عليكم ان هنا بيبقى الاسم جالينا مثلا، جالينا، وده رقم تليفونها، واللي تحت ده الويب سايت بتاع المؤسسه او المطعم او الفندق او الشركه اللي انت عايز تقدم فيها وتشتغل فيها.
ده باختصار حلقة النهاردة بالنسبة للابليكيشن ده. حاجة كمان إضافة بضيفها في آخر الحلقة، ناس كانت سألتني إيه الفرق بين الدراسة في تركيا وأوكرانيا أو روسيا. الفرق إن تركيا ممكن تدرس يعني إيه في الجامعات الحكومية، المبلغ قليل جدا اللي بيدفع، يعتبر مقارنة يعني أقول لك يطلع كام، 200 دولار، 250 دولار، حاجة زي كده. 250 دولار ده في السمستر، أو يعني في السنة يمكن 500 دولار أو أقل في الجامعات الحكومية في تركيا، وبيبقى في تخفيضات كتيرة، بيبقى في كارت الأكل وحواديت كتيرة كده، وكارت المواصلات بيبقى مخفض جدا. بالنسبة لروسيا في كارت المواصلات بيبقى مخفض وفي تخفيض على المواصلات، لكن مفيش دراسة يعني. الجامعات الحكومية حتى للأجانب غالية، أقل حاجة في روسيا مثلا 2500 دولار للسنة التحضيرية فقط، ممكن بعد كده تدفع 3500 في السنة التخصصية اللي بعد كده. أوكرانيا نفس الكلام، مفيش حاجة ببلاش، مفيش حاجة مخفضة، كل حاجة بتمنها. الجامعة للأجانب أقل حاجة السنة التحضيرية في أوكرانيا ب 2000 جريف، 2000 دولار. 2000 دولار ده يعني مقارنة بالدراسة في تركيا يعني 10 أضعاف الدراسة في تركيا في الجامعات الحكومية، بينما الدراسة في تركيا في الجامعات الخاصة هتلاقي أضعاف أضعاف بقى اللي في أوكرانيا وروسيا. يعني لو حبيت في جامعة خاصة أنضف طبعا، التعليم أحسن، لأن الجامعات الحكومية يعني دماغتهم على قديم وشوية، بتلاقي البروفيسورز هناك، وأنا مجرب الاتنين، البروفيسورز بتلاقيهم شوية على قديم، وحتى لو درست على بالإنجليزي بتلاقيه دقة قديمة، وعارف زي مدرس الثانوي عندنا في مصر كده. فممكن يبقى الموضوع ده مش مريح ليك، ممكن تطلع منه المعلومة لو أنت راجل ذكي ومحنك في الدراسة، فتقدر تستفز البروفيسور انك تطلع منه المعلومه دي ترجع لك انت. دي الملاحظه بتاعتي بالنسبه للسؤال الخاص بالفرق بين الدراسه في تركيا او اوكرانيا او روسيا. لو في اي اسئله زياده بالنسبه للموضوع ده ممكن تبعتها لي وارد عليها. بالنسبه للتقديم دلوقتي القبول الجامعي ممكن من الجامعه مباشره، سواء في تركيا سواء في اوكرانيا سواء في روسيا، بيبعت لك الدعوة وبتطلع الفيزا وبتروح وبيديك الفيزا وبتاخد الإقامة سنة.